يستعد المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الأردني للمواجهة الكروية النارية بعد أن تأهل الفريقان إلى الدور السادس عشر من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، يتصاعد مع اقتراب موعد المباراة الحماس الذي أشعلت فتيله جماهير الطرفين، وكأن الملحمة ستكون جماهيرية قتالية قبل أن تكون رياضية أخوية. وما يروج لذلك بعض البيجات المحلية من العراق والأردن، هنا خرج بعض المشجعين يدعون في مقاطع فيديو إلى تجنب التصعيد وإثارة الحساسية بما لا يخدم النشامة وأسود الرافدين، والتأكيد على أن الشعبين أخوة ولا يفرقهم في ذلك مباراة كرة قدم، وعليه يجب أن تتغلب الروح الرياضية على الكراهية والحساسية. منتخبنا الوطني راح يقابل المنتخب العراقي، بس انا بتمنى شغله واحده بس من الشعب العراقي والشعب الاردني، نخف على بعض في التعليقات، وبلاش فتنه وبلاش هبل، احنا اخوان، احنا اصلا شعب واحد. انا كاردني لو خسرنا قدام العراق بالنسبه لي فايز، الا الفتنه، احنا شعب واحد، وخلونا احباب وخلونا اصحاب، وكل الحب وكل الاحترام للشعب العراقي وللشعب الاردني، وان شاء الله المباراه راح تكون اخويه قبل كل شيء، وكل التوفيق للمنتخبين لجميع المنتخبات العربية. بس بصفتي أردني أكيد أنا راح أكون مع الأردن قلبا وقالبا. حي العراق. من جانب آخر، دعا الناشط المدني والباحث النفسي العراقي هشام الذهبي دعا الجماهير العراقية إلى تجنب الاحتكاك بالجماهير الأردنية، وأكد أن المنتخب العراقي ضمن الفوز على الأردن مقدما طبعا بعد فوزه على اليابان. أسود الرافدين تحياتنا لكم، وأتمنى أنه ما تكونون مشدودين ومتحسسين من المباراة أو خايفين متوجسين، لا أنتم أسود الرافدين، صدقون الفريق الأردني كل شيء ما عنده، بس هو ده يشتغل على الجانب النفسي للجمهور العراقي للمنتخب العراقي. الرسالة الثانية لجمهورنا، جمهورنا الوفي، يا أبطال أنتم خير من ساند المنتخب، وأنتم الأساس في فوز المنتخب، وصدقون منتخبنا فايز، فأتمنى أنه ما تدخلون باحتكاك ويا الجمهور الأردني، لأن كثير، ما أقول كل، ولكن كثير من الناس تريد تجركم لهاي النقطة حتى تشوه سمعة الجمهور العراقي. صدقون إحنا فايزين ومعدينهم بعيد يعني، ورايحين للدور اللي بعده، دور الثمانية. فأتمنى هاي رسالتي لكم أنه تبتعدون عنهم نهائياً، لأن هم ما عندهم غير أنه يخربون أجواء المباراة. وشفتوا أنتم منشوراتهم وتعليقاتهم وتصريحاتهم. منتخبنا قوي وفايز ورايح بعيد، وجمهورنا أفضل جمهور بالبطولة ويستحق أن نعطيه جائزة. فأتمنى أنه ما تشوهون هذه الصورة. اتركوهم شو يسوون، خلي يسوون. انتوا فايزين، رايحين نلتقي. يتصدر المنتخب الوطني العراقي مجموعته برصيد 9 نقاط بعد فوزه على المنتخب الفيتنامي ب3 أهداف مقابل 2 فقط، بينما نشاهد الجماهير العراقية تملأ شوارع الدوحة لتفرض وجودها كأكثر المشجعين على المدرجات وأكثرهم قوة في التأثير والتشجيع. هذا بحد ذاته قد يولد نوعا من الحساسية لدى جماهير النشامة، ويبقى الاعتماد في تجنب أي صدام أو حساسية لا سامح الله على العقول الراجحة، الروح الرياضية بين الطرفين. أما ردود الأفعال والتعليقات التي كتبت على منصات التواصل كانت كالتالي، نبدأ من تعليق لمشتاق. يقول مشتاق في تعليقه، ماذا قال مشتاق؟ والله ما حد حرق الوضع غير البيجات، صار لهم 3 أيام وين ما أكو تعليق ناقلينا وحركتوا الدنيا، باشر إذا صار شيء من راح يوقع بيها ويتأذى أكيد الجمهور من الطرفين، ما له داعي، هي لعبة عادية واللي فوز يصعد. تعليق من رنوش تقول بس بطلوا هاي الفقرة مال عايشين على خير العراق، بابا اللي ما رايح للأردن ومعاشرهم وشايفهم شلون عايشين لا يجي يتفلسف بكيفه، مو عايزين علينا حتى يعيشون بخيرنا.
تعليق من عبد الله يقول: عبد الله رب يصلح الحال ويوحد جميع العرب والمسلمين، واللي يريد الفتنة سواء عراقي أو أردني أو أيا كان المفروض ما نعبره ولا نحكي به، ويستحق يتواجد ويانا. أحمد حبيب ماذا قال؟ ما يفيدكم بعد، خليناكم براسنا نشويكم، يعني نشويكم. أوكي كلامك حلو ومقبول، كنا مسلمين وعرب، لكن أنتوا بديتوا الحرب ويا العراق العظيم. تعليق من الرئيس: هي لعبة، لو خسارة لو فوز، وكل احنا خوان، حتى إذا بعض الدول يكرهون العراق عادي، لا راح نصعد ولا راح ننزل إذا كرهونا، لو حبونا احنا العراق العظيم، وإن شاء الله الفوز عراقي. عباس يقول في تعليقه: هذا تنافس رياضي بعيد عن السياسة، والمباراة تكون بين الإخوان وما بهم واحد خسران، سواء فاز العراق أو خسر الأردن، الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا.